استقبال سموه جموعا من المواطنين وعددا من السفراء، حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على المحافظة على الاستقرار الذي تعيشه دول مجلس التعاون رغم المحيط المضطرب حولها، وأن المواقف الإيجابية للدول الشقيقة والصديقة التي تنأى بالمنطقة عن التأزيم والتوتر باتت أمرا ضروريا، فلم تعد المنطقة تحتمل مزيدا من العنف ويكفيها ما عانته من حالة عدم الاستقرار. سموه أكد أن مملكة البحرين ترى أن العلاقات مع الدول والتكتلات العالمية ضرورية متى ما قامت على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي، فالبحرين لا تعادي أحدا أبدا إلا من يتدخل في شأنها الداخلي، منوها أن سموه أن توثيق العلاقات مع المحيط الآسيوي أمر أدركت البحرين أهميته مبكرا، فسعت ولا زالت إلى توسيع التعاون البحريني الآسيوي وزيادة رصيده. ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاتجاه نحو توطيد التعاون العربي وتفعيله كخيار أوحد للتصدي للسياسات التي تستهدف أمن المنطقة وجعلت كل دولة تشغل بشأنها الداخلي وأوسعت الهوة والمسافة بين حلم الاتحاد العربي وحقيقة تطبيقه، لافتا سموه إلى أن مصلحة دول المنطقة اليوم دون استثناء في التمسك بالمبادرة الخيرة لخادم الحرمين عاهل المملكة العربية السعودية في الاتحاد الخليجي، مؤكدا سموه أنه يؤلمنا ما يحدث في بعض الدول العربية من مظاهر فوضى وعدم استقرار بعد أن كانت واحة أمن ونموذجا للتطور والازدهار. ودعا سموه الشعوب العربية إلى أن تكون أكثر حذرا ووعيا في مواجهة ما يحاك ضدها بهدف تقويض استقرارها لإثارة النزاعات والصراعات بين مكوناتها، مشيرا سموه إلى المواطن العربي في بلاده معززا ومكرما ربما أكثر من غيره في دول أكثر تطورا وتقدما من بلاده، ولكن من استهدف الأمة حاول تحت غطاء الديمقراطية الولوج للشأن الداخلي العربي بتصويره بأنه يعاني نقصا في الحقوق الإنسانية وتصوير الاضطرابات بأنها ربيعا والفوضى بأنها مطالب. وكان صاحب السمو الملكي قد استقبل بقصر القضيبية اليوم جمعة من المواطنين يتقدمهم عددا من السفراء للدول الشقيقة والصديقة لدى البحرين ورجال الدين والفكر والإعلام ورجال الأعمال. وخلال اللقاء قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن دولنا لديها من عناصر القوة ما يمكنها أن تشكل كيانا سياسيا واقتصاديا قويا، إذ ما توفرت إرادة وعزيمته لتحقيق الاتحاد الذي يزيد من قدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمواقف الشعبية التي تحمي البحرين طيلة تاريخها مما مرت به من تحديات أظهرت بصدق المعدن الأصيل لشعب البحرين، وامتدح سموه الدور الوطني المشرف للصحافة البحرينية وأثنى على دور كتاب الأعمدة في تنوير الرأي العام وتوعيته.
فيها خليفة بن سلمان درع وسور بوجه طامع، وحيال فيها خليفة بلوزة طير حوران، من قاله يفرق على كل من قال خليفة بن سلمان يا ذخرة. الأركان عز العروبة لثقل الحمل، شيال شيخ ولد شيخ المظهور، شيخان شعلة فخر طاريها يشعل إشعال، ما قولها من دون ذمها ووجدان والعيال وايل كلمة الحق تنقال، اللابه اللي لاقط الجو دخان.